أنا بصفتي مواطنا الجزائريا لا أنسى أبدا أن الحكومة الحالية في إيران كم دعمت الإرهاب في الجزائر عندما كان رئيس الجمهورية بوضياف. الإرهاب الحكومي دائما فعال ونشط لأن هذه الحكومة هي فعالة في هذا المجال. الآن لا يجد النظام تجاوبا لغضب الشعب في الظروف الحالية الحاكمة في إيران هي نتيجة وحصيلة 40 عاما من حكم هذا النظام، 40 عاما من عدم الصلاحية واستشراء الفساد النقود كثيرة، ولكن هذا هو الفساد مستشري وهذا النظام لا يستطيع أن يعالج مشاكل الشعب.